السلام عليكم، شلونكم؟ شلون رمضان وياكم؟ ان شاء الله زينين. يلا كافر تبكم بعد. رجعنا وياكم بحلقة جديدة من السلسلة اللي هي التعليمية لمنهج السادس الإعدادي، الوحدة الثالثة، الدرس الثامن إن شاء الله. هذا الدرس عبارة عن إيميل، رسالة مطلوب من عندنا إحنا نكملها، نعتمد على الدرس السابق اللي موجود. أكمل أو complete an email to a friend، كمل هذه الاستمارة أو الرسالة إلى صديق، asking him or her، طالبا منه أو منها، to come with you، أن يجي وياك، to Britain this summer، هذا الصيف، to do an English course، حتى تقوم بدورة أو إنجليزي. عمي أنا بالنسبة لي أنا كروت علي وأنا أروح، حبابين ليش يشوفون صديقاني خطيئة. يقول use the information on page 117. Dear Ali، عزيزي علي، I am thinking of doing an English course. أنا أفكر في القيام بدورة في اللغة الإنجليزية at Birchwood International College، في كلية Birchwood الدولية، this summer، هذا الصيف. I was wondering، أنا أتساءل، if you would like to join me، إذا أنت تود أن تلتحق بي. It would be much nicer، سيكون الأمر ممتع، أكثر ممتع، to have a friend، أن يكون معي صديق، with me. Although، بالرغم، we would have to promise to only speak English to each other، إنه إحنا لازم نوعد بعضنا البعض إنه إحنا ترى نحكي بس إنجليزي. I was thinking of going for 4 weeks، أفكر في الذهاب لمدة شهر 4 أسابيع in Britain. Of course، طبعا، it is never very hot in Britain، طبعا يعني مو حارة كلش هناك. Not even in the summer، حتى في الصيف. So we wouldn't need to worry، يعني ماكو داعي انه احنا نقلق about the heat، بخصوص الحرارة. There is a choice، يوجد انه هناك اختيار، of 24 locations، ب 24 موقع. The college has both country and city locations، فيها مواقع علما للمدينة وكذلك للريف. Personally، شخصيا، I would prefer، انا افضل، to be in the city، انا اكون في المدينة، because، يا بليش، there are many shops and restaurants، لانه اكو محلات كثيرة و مطاعم كثيرة. but of course، لكن طبعا، I don't mind، أني ما أمانع، if you have a strong opinion، إذا عندك رأي قوي، about where would or you would like to go، بخصوص أنه أنت وين تريد تروح. لاحظ وياي الصفحة أو التكملة لهذا الدرس، صفحة 68. There is a choice of accommodation، أكو اختيار لسكن. We can either stay a homestay or we can stay in the hostel، انه اما نقيم في منزل الإقامة او في الأقسام الداخلية. Personally، شخصيا، I would prefer a homestay، يقول انا كان يعني افضل انه يكون إقامة منزلية، because it will give you the opportunity to family life، حتى تكون عندك تجربة لحياة عائلية. but I'm open to your suggestions، أني منفتح على اقتراحاتك. زين. The price of the course will be around، يعني مبلغ الدورة راح يكون يعني حوالي 150 pounds a week، 150 pound للأسبوع الواحد. And the accommodation، السكن، will cost 75 pounds a week، 75 pound للأسبوع الواحد. We will also، كذلك نحن، need، نحتاج، to take plenty of pocket money، إنه ناخذ مصروف جيب هواي، for shopping، للتسوق، بعد eating، والأكل، بعد and souvenirs، شراء التذاكر، يعني الأشياء التذكارية. I definitely think، أعتقد تماما، it will be worth، إنه راح يكون الأمر ذو قيمة، it worth it، يستحق الأمر، even if it does cost a lot of money، حتى لو يعني كانت الأموال كثيرة، كلفت أموال كثيرة.
We will learn a language. احنا راح نتعلم لغة. And visit some wonderful places. وسنزور أماكن جميلة جيدة. I really hope you can come. أأمل إنه أنت تقدر تجي حقا. It will be great. سيكون الأمر أو تجربة كبيرة. A great experience. Let me know. بلغني. What you think. ما تفكر فيه. Looking forward to hearing. شوف هاي التو إجارها هاي إنجي. لأنه هنا حرف جر. Hearing from you. Best wishes. سامي. هذا بخصوص الدرس الثامن.